محتار وبتفكر؟ الأسعار والمتطلبات والضمان وقطع الغيار والصيانة كمان؟ معاك حق. طيب إيش رأيك في عنوان واحد؟ موتور سوق، الأحدث والأكبر والأشهر. موتور سوق، سيارتك واحتياجاتك. شهد معرض جنيف هذا العام انطلاق طراز رينج روفر بيلار الجديدة كليا، والذي سيقع في الفئة المتوسطة ما بين إيفوك ورينج روفر سبورت. واليوم سوف نستعرض لكم مزايا سيارة الـSUV الجديدة في خمس نقاط أساسية. تصميم أيروديناميكي مميز. من الواضح أن لاند روفر أخرجت كل طاقتها الإبداعية في تصميم السيارة الجديدة، فهي تبدو أكثر ديناميكية من شقيقاتها بفضل الواجهة المشدودة والهيكل الانسيابي، مما سيساهم في تحسين أداء بيلار عند الانطلاق في سرعات عالية. شكل أنيق وأداء مرعب. لا تنخدع بمظهر رينج روفر بيلار الأنيق، فهي مزودة بنظام تعليق هوائي يتوفر بصورة أساسية في محرك V6، وسيعطي هذا النظام ارتفاعا إضافيا للسيارة قدره بوصة ونصف. كما تتمتع بيلار بنظام الدفع على جميع العجلات ومخمدات تكييفية، مما سيجعلها وحشا لا يقهر على الطرقات الوعرة. مقصورة ملكية. بالدخول إلى المقصورة التي تتسع لخمسة ركاب، نلاحظ أنها لا تقل أناقة عن الشكل الخارجي، فهي مزودة بشاشة عرض كبيرة الحجم تعمل على اللمس، ومخصصة لعرض نظام الملاحة والموسيقى وتطبيقات الهاتف، بالإضافة إلى شاشة ثانوية بارزة تبدو جميلة المظهر، يمكن من خلالها التحكم بنظام التكييف ووضعيات القيادة. تقنيات ذكية. حصلت السيارة على مجموعة من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق، بما في ذلك نظام التحكم التكيفي بالسرعة مع تقنية مساعدة القيادة في طابور الازدحام المروري، ونظام تحديد السرعة التكيفي، كما يتوفر نظام تعليق هوائي متطور على الزوايا الأربعة. سعر منافس. سيبدأ سعر رينج روفر بيلار بالموديل الأساسي من 187,500 ريال سعودي مع محرك الأربع اسطوانات سعة لترين. أما مع محرك V6 سعة 3 لترات، فسيبدأ سعرها من 250,500 ريال سعودي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة سعودي أوتو ليصلكم كل جديد في عالم السيارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.